هنكمل في السكند اوردر سيركت وبالاخص مع السورس فري ار ال سي سيركت اللي هي البارلل ار ال سي. والنهارده ان شاء الله هناخد اكزامبل 3. في اكزامبل 3 مديك المساله هنا اهو وبيقول لي فايند اكسبريشن للفي سي اوف تي، عايز الفولت بتاع المكثف ده مع الزمن فور تي اكبر من زيرو، يعني عايز داله او علاقه مع الزمن. ان ذا سيركت اوف شون فيجر، في الشكل الموضح. في نقطه مهمه هنا، لما شرحنا الفيديو السابق كان بيديك الانيشال كونديشن، وخلي بالك في الانيشال كونديشن في حاجتين مهمين، جهد المكثف الابتدائي وتيار الملف الابتدائي. لازم تبقى عارف جهد المكثف الابتدائي وتيار الملف الابتدائي، ولازم تعرف الدايره عندك بارل ار ال سي ولا سيريس ار ال سي، والسورس فري ولا معاها سورس. هتقولي الدايره هنا معاها سورس، لا ما تقلقش، هو السورس ده مجرد ان انا اجيب منه الانيشيال فاليوز اللي هي جهد المكثف الابتدائي وتيار الملف الابتدائي. تعال نشوف هنحل ازاي. مبدئيا كده هو مديك سويتش هنا، والسويتش ده بيقول لك ان هو كان مفتوح، زي ما هو واضح الرسم ان هو كان مفتوح عند تي بتساوي زيرو هيقفله، يبقى هو كان مفتوح وعند تي بتساوي زيرو هيقفله. في نقطه ثانيه ان هو مديك اتجاه تيار الملف، وادي اتجاه تيار المقاومه، وادي اتجاه تيار المكثف، ومديك البولاريتي على جهد المكثف. يعني هو مديك كل حاجه على الرسم، تمام، حتى القيم. احيانا في مسائل تانية مش بيديك الاسهم دي على الرسم، انت اللي بتفرضها. هنشوف مثال النهارده مديك الاسهم مفروضه على الرسم، ومديك البولاريتي بتاعت المكثف موجوده على الرسم. ان شاء الله في الامثله القادمه هيكون الحاجات دي مش مديها لك، تمام. تعال نحل المساله بالتدريج. قلنا ان المفتاح في الاول كان مفتوح، لما المفتاح كان مفتوح يبقى اول حاجه هنقول لما المفتاح كان مفتوح، يعني قبل ما اقفله، يعني بيفور سويتشنج، قبل عمليه التحويل او استخدام المفتاح، معناها ان السويتش كان اوبن، وده في لحظه تي بتساوي 0 ماينس، تمام. يعني عند تي بتساوي 0 السويتش اتقفل. طب قبل تي بتساوي 0 كان مفتوح، يبقى بقول قبل تي بتساوي 0 مباشره، دي معناها قبل تي بتساوي 0 مباشره، يعني قبل السويتش ما يتقفل مباشره، يعني كان مفتوح. السويتش ده كان مفتوح لو لاحظنا من على الرسم، يبقى ادي السورس هيطلع تيار، هيطلع تيار في المقاومه هنا، دي هيجي هنا، خلي بالك دي مفتوحه خلاص مش هيمر فيها تيار، يبقى التيار هينزل في المقاومه وفي تيار هيروح للمكثف، تمام. يبقى التيار اللي هنا اللي اسمه واي هيتجزا لاي ار واي سي، اي ار واي سي هيرجعوا تاني يتجمعوا في البرانش ده، يعني هيرجعوا هنا ده وده هيرجعوا يتجمعوا هنا وهيلفوا تاني. خلي بالك ادي الاي ما زالت ماشيه هنا، قلنا هتتجزا لاي ار واي سي، وهترجع تاني تتجمع هنا وتروح للملف اي في الاتجاه ده. هتقولي مديني الاي ال في الاتجاه اللي تحت، لا، لما تيجي انت تعمل اناليسز تشوف السورس اللي عندك الموجب فين وتبتدي تطلع منه التيار، وطلع التيار بتاعك طبيعي جدا. لما انا قلت التيار جه هنا اتجزأ في تيار المقاومه يبقى نفس تيار المقاومه، اتجزأ في المكثف يبقى نفس اتجاه تيار المكثف هنا ما اتغيرش، ولما جه اتجمع يبقى التيار هيبقى طالع لفوق عشان يرجع للسالب، فعشان كده انا فرضت اتجاه التيار لفوق اهو. هتقولي اتجاه تيار الملف لتحت، لا ده هو الدايركشن اللي هو مديهولك، لكن اناليسز الدايره تقول ان التيار المفروض يطلع طالع، يبقى طالع لفوق، تمام. طيب بعد زمن طويل جدا، بعد زمن طويل جدا، زمن طويل جدا، المكثف هيشحن والملف هيشحن، المكثف هيشحن على هيئه فولت والملف هيشحن على هيئه تيار. المكثف لما يشحن على هيئه فولت هيتحول لاوبن سيركت، يبقى هيتحول لاوبن سيركت، بس قبلها مباشره خلي بالك لازم تعرف البولاريتي بتاعت المقاومه، لان المكثف وصل توازي مع المقاومه. لو لاحظت ادي المكثف ادي المقاومه توازي معاه، فالتيار داخل هنا داخل في المقاومه، يبقى هيتولد على المقاومه هنا موجب وهنا سالب، هيتولد على المقاومه هنا من فوق عند نقطه دخول التيار موجب وفي الطرف الثاني سالب، واسمه في ار. ركز معايا كده، قلنا ان بعد زمن طويل بعد لونج تايم المكثف يبتدي يشحن، اول ما بيشحن هيتحول لاوبن سيركت، يبقى المكثف هيتحول لاوبن سيركت، اوبن سيركت يبقى مفتوح، يبقى المكثف يتحول لاوبن، والملف عندنا يتحول لشورت سيركت، يبقى الملف يتحول لشورت سيركت، تمام. انا مجرد بس استبدلت المكثف باوبن سيركت والملف بشورت سيركت، اتجاه التيارات ما مسحتش اي حاجه، البولاريتي ما جتش ناحيتها، اتعاملت مع الكومبوننت نفسه. اول حاجه ركز معايا كده، كان التيار طالع من هنا اسمه اي، كان جاي هنا، كان متجزأ للمقاومه وللمكثف، هل المكثف بيه موجود دلوقتي اوبن سيركت، يبقى تيار المكثف في الحاله دي هيبقى بزيرو، تمام. وقتها هيبقى التيار الاي كله ده داخل للمقاومه، هيلف ويرجع تاني للدايره، بالتالي المقاومه اللي اسمها 300 هيمر فيها تيار، نفس التيار ده هيمر في المقاومه اللي هي 200 اوم، يبقى 300 توالي مع 200
والتيار هيلف ويرجع تاني للسالب. يبقى وقتها التيار الدايره اللي انت فرضته اللي اسمه اي ده هجيبه، يبقى الاي عندي بيساوي مع عندي السبلاي اللي هي 150 وعندي المقاومه 300 و200 بالتوالي، لان المكثف ده اوبن خلاص مفيش تيار رايح كده، والنقطه دي اوبن مفيش تيار رايح كده، يبقى التيار ده كله داخل في المقاومه دي وراجع تاني، يبقى الاثنين توالي. وبما ان الاثنين توالي وعندك السورس اقسم ال 150 على مجموع الاثنين يطلع لك قيمه التيار، ده اسمه اي 0 ماينس، يعني قبل غلق السويتش مباشرة. ده معناها قبل غلق السويتش مباشرة، دي معناها ان المكثف وصل للستيدي ستيت والملف وصل للستيدي ستيت، معناها كده ان المكثف والملف الاثنين شحنوا، المكثف شحن على هيئة فولت والملف شحن على هيئة تيار. نروح نركز مع بعض كده، انا دلوقتي جبت التيار بتاع الدايرة تمام. لو انا قلنا ان المكثف اهو زي ما انتم شايفين النقطتين دول اللي هو موجب وسالب توازي مع المقاومه اهو تمام، لما انا اجيب جهد المكثف هو نفس جهد المقاومه، ليه؟ ادي موجب هي نفس الموجب اللي هنا، السالب هي نفس السالب اللي هنا، يبقى جهد المكثف هيساوي جهد المقاومه لان هو كان توازي معاه. فانا عايز جهد المقاومه دي، جهد المقاومه دي بيساوي ايه؟ التيار بتاع الدايره، لان قلنا المقاومتين دول توالي، يبقى تيار الدايره في مين؟ في القيمة بتاعتها اللي هي 200 اوم، يبقى في ار اللي هي جهد المقاومة دي بس 0 ماينس، 0 ماينس بيساوي قيمتها 200 في قيمة التيار اللي انا جبته فوق بتلاتة من عشرة، تطلع 60 فولت. هل انا عايز التيار بتاع الدايرة اللي اسمه اي؟ هل انا عايز جهد المقاومة اللي اسمه في ار؟ للأسف لا، انا لا عايز التيار ولا عايز جهد المقاومة، يبقى انا عايز تيار الملف الابتدائي وعايز جهد المكثف الابتدائي، تمام؟ دول أهم قيمتين في الدايرة لازم أجيبهم. طب أنا دلوقتي ركز معايا، جبت جهد المقاومه، مش قلنا ان المكثف توازي؟ اهو هنا موجب يبقى هنا موجب، وهنا سالب وهنا سالب، يبقى جهد المكثف مباشره بيساوي جهد المقاومه دي، يبقى جهد المكثف عند 0 ماينس بيساوي جهد المقاومه 0 ماينس، يطلع 60 فولت من القيمه اللي انت جايبها فوق، يبقى خلاص طول ما البولارتي واحده يبقى جهد المكثف بيساوي جهد المقاومه. طب لو انا بعمل اناليسز للدايره ولقيت البولارتي بتاعت المقاومه معكوسه، يعني الفوق سالب وتحت موجب، والمكثف كان فوق موجب وتحت سالب، يبقى اقول وقتها جهد المكثف 0 ماينس هيساوي سالب جهد المقاومه، يبقى سالب في ار هنا. ليه؟ لان هتلقى البولارتي بتاعت المكثف عكس البولارتي بتاعت المقاومه، عشان كده لازم اخلي بالي كويس من البولارتي وانا بفرضها على الرسم. خلاص جبنا الجهد الابتدائي بتاع المكثف، ده مهم قوي، انيشال كونديشن هحتاجها في حل المساله، محتاج اجيب التيار الابتدائي بتاع الملف. لو لاحظنا في البرانش ده، في البرانش اللي هنا ده، هنلقى الاي هي نفس قيمة الاي ال، لان نفس البرانش بس باشارة سالبة، يعني دي داخلة هنا ودي المفروض تبقى نازلة، يبقى عكس الاتجاه فقط، يبقى وقتها تيار الملف الابتدائي هيساوي تيار الدايرة اللي انا جبته فوق بس في عكس الاتجاه، يبقى بالسالب، يبقى تيار الملف الابتدائي عند 0 ماينس هيساوي سالب تيار الدايرة، سالب تيار الدايرة، ليه؟ لان في عكس الاتجاه، وانا يهمني تيار الملف وليس تيار الدايرة اللي انت فرضه. عشان كده اقول اي ال 0 ماينس هيطلع عندي سالب اي اللي فوق، يعني سالب 3 من 10 امبير. يعني اهم قيمتين انا حصلت عليهم دلوقتي الجهد الابتدائي للمكثف والتيار الابتدائي للملف اللي هي 60 فولت وسالب 3 من 10 امبير بالترتيب. وخلي بالك سالبه ما تقلقش، ايا كان القيمه تطلع عندك، طلعت بالسوالب او بالموجب خدها زي ما هي. خلاص بقي دلوقتي عندي الانيشال كونديشن. نرجع تاني للدايره. الدايره افتر سويتشنج، افتر سويتشنج يعني انا هقفل السويتش، بيقول لك عند تي بتساوي 0 انا هقفل السويتش. تعال نقفله، قفلنا السويتش اهو تمام. التي بتساوي 0 بلس، يعني بعد غلق السويتش مباشره، بعد غلق السويتش مباشره. لو لاحظنا هنا هيبقى عندي التيار هيطلع من البطاريه يمشي في المقاومه يجي هنا، يا ترى هيروح للمكثف والمقاومه ولا يمشي في البرانش ده ويرجع تاني؟ يبقى التيار اللي هيطلع من البطاريه يا ترى هيروح للمكثف والمقاومه ام هيمشي في طريق سلس شورت مباشره ويرجع للسالب؟ طبعا هيرجع للسالب عن طريق الشورت. تعال نمثلها بدايره ثانيه، شايف البرانش اللي فوق ده؟ مش شايف التوصيله دي اللي هنا؟ تعال نقسمها لجزئين، ادي الجزء الاول فوق اهو تمام، وعامل شورت هنا تمام، وده الجزء اللي تحت، شايفين الجزء اللي تحت اهو؟ هي الدايره قسمتها لجزئين اهو، الدايره اللي فوق مع الدايره اللي تحت مشتركه فين؟ مشتركه في البرانش ده اللي هو شورت، اللي هو شورت اكنه نقطه واحده. يبقى ادي الدايره اللي فوق وادي البرانش اللي تحت، وادي الدايره اللي تحت وادي البرانش بتاعها اهو. البرانش ده مشترك بين اللي فوق واللي تحت، يبقى البرانش ده مشترك بين اللي فوق واللي تحت، فانا عامل توصيل بس ما بينهم كده تمام، زي ما انتم شايفين كده.
يبقى دلوقتي عندنا هتلقى التيار الدايره اللي فوق طالع رايح للمقاومه بيلف وراجع تاني للسورس، تمام اهو. يبقى ده اكن السورس التيار بتاعه هيمر في المقاومه 300 اوم فقط. اما الدايره اللي تحت دي هتبقى شغاله مع نفسها اكنها اتفصلت عن الدايره اللي فوق خالص، تمام. خلي بالك اتجاه التيارات الاي ال الاي ار الاي سي وجهد المكثف زي ما هم ما اتغيروش. لو رجعت السلايد اللي فات نفس الاتجاهات بتاعت التيار اللي كان مدهاني في المساله، تمام. طيب خلاص بقى اهي ونفس الاتجاه التيارات اللي كان مدهوني في المساله، وادي موجب سالب في سي جهد المكثف. لو لاحظنا ان الدايره دي عندنا ار ال سي، يبقى دي ار ال سي بارل وسورس فري. هتقول لي ازاي ده في بطاريه فوق؟ هقول لك ما تيار البطاريه ده بيلف في المقاومه 300 بيرجع لها تاني. هل بيتوصل مع الدايره دي؟ لا، خلاص الدايره دي بتبقى سورس فري مع نفسها ناتشرال ريسبونس. يبقى هناخد الجزء اللي تحت ده نشتغل عليه لوحده، يبقى الجزء ده خلاص الجزء اللي فوق ده مع نفسه كده مش هيبقى معايا في الاناليسز. يبقى ادي الدايره ما زالت زي ما هي عندي. دلوقتي هنستخلص القيم الاتيه، ركز معايا. يبقى هنفرض نود اسمها في فوق لان الثلاثه توازي اهو، اسمها في، وهنفرض ان في طرف ارضي عندنا هنا. يبقى ادي ار ال سي توازي، وعندنا كمان ان في سي 0 بلس بيساوي في سي 0 ماينس لان الجهد اللي على المكثف لا يتغير فجاه، وبالتالي الجهد الابتدائي على المكثف بعد غلق السويتش افتر سويتشنج، معنى كده السويتش كلوزد، بيساوي جهد المكثف الابتدائي قبل غلق السويتش مباشرة اللي هو انا جايبه من السلايد اللي فات 60 فولت، تمام. وعندنا كمان ان التيار الملف ده ما يتغيرش فجأة، بالتالي تيار الملف قبل غلق السويتش مباشرة بيساوي تيار الملف بعد غلق السويتش مباشرة هيساوي سالب 3 من 10 امبير. يبقى اسيب السهم على الرسمة زي ما هو بس هكتب سالب 3 من 10 امبير، ده التيار الابتدائي. ومن هنا نستخلص ان في سي 0 بلس و 0 ماينس متساويين، يبقى في اوف 0 لان جهد المكثف، جهد المكثف هو نفس جهد النقطة في، لان من في للارض هي نفس جهد المكثف هنا، تمام. يبقى في اوف 0 هتساوي 60 فولت. وعندنا اي ال 0 بلس و 0 ماينس متساويين، يبقى اقول اي ال اوف 0 اوف 0 هيساوي سالب 3 من 10 امبير. يبقى دي القيم الانيشال عندنا. يبقى كده اشتغل الدايره او المساله كالفيديو السابق، بقي عندي الانيشال اهو تم استخلاصها من الدايره، وعندي الدايره من الدايره اقدر اشوف ال والسي والار. ادي السي عندنا وادي ال وادي الار القيم، وعند القيم الانيشال هبتدي احل كالفيديو السابق بالظبط. يلا كده نحل مع بعض. يبقى اول حاجه لازم اجيبها حاجه اسمها الدامبنج فاكتور من قيم ال والار والسي. الفا بتساوي ده التعريف بتاعها اللي هو الدامج فاكتور الفا 1 على 2 ار سي، هنعوض عن ار وسي. خلي بالك الار 200 اوم زي ما هي، السي 20 نانو، 20 نانو يعني 20 في 10 اس سالب 9، سالب 9 نانو، تطلع بالقيمه دي. هنروح للريزونانت فريكونسي، الاوميجا 0 بتساوي 1 على جذر ال سي، عندنا ال ب 5 والسي 20 نانو، يبقى هتبقى 5 في 10 اس سالب 3 عشان ملي، و20 في 10 اس سالب 9 عشان نانو، النانو ب 10 اس سالب 9، والكلام ده كله تحت الجذر هنا في المقام، طلعت عندي 100,000 راد بير سكند. جبت الالفا وجبت اوميجا 0، هقارن الاول، هقول ان هنا دي 125,000 ودي 100,000، صح؟ مين الاكبر؟ يبقى الفا اكبر من اوميجا 0. بما ان الفا اكبر من اوميجا 0 يبقى الحاله دي اوفر دامبد ريسبونس زي ما شرحنا سابقا. الفا اكبر من اوميجا 0 يبقى اوفر دامبد ريسبونس، وبالتالي الناتشرال ريسبونس اللي هو الفي اللي هو جهد المكثف اللي طالبه في المساله اللي اسمه في او في سي هيساوي A1 اكسبوننشال الجذر الاول في تي زائد A2 اكسبوننشال الجذر الثاني في تي. المعادله الناتشرال ريسبونس دي بتعتمد على الحاله دي، طول ما الفا اكبر من اوميجا 0 يبقى اوفر دامبد ريسبونس. يبقى الناتشرال ريسبونس عندي المعادله تبقى دي حلها. يبقى اول حاجه اجيب اس 1 واس 2 الجذور، واجيب اي 1 واي 2 من الانيشال كونديشن. تعالى نجيب اس 1 واس 2، عندي الفا اوميجا 0 جبتها من السلايد اللي فات، الروتس اللي هي اس 1 واس 2 اجيبها، ادي القانون الاول وادي القانون الثاني، اعوض يا حضرات بعد التعويض عن الفا اوميجا 0 في القوانين دي، استخلصنا ان الاولى سالب 50,000 والثانيه سالب 200,000، عوض بالاله. لو انت مش حافظ القوانين دي يبقى جيب الاوكزاليري ايكويشن او الكاركترستيك ايكويشن،
ودي عبارة عن اس تربيع زائد 2 الفا اس زائد اوميجا 0 تربيع عوض عن الفا 125000 اوميجا 0 ب 100000 واربعها ما انساش، عوض هنا استخلص المعادلة بالقيم اللي انت شايفها دي. ادخل المعادلة دي على الآلة، ادخل المعادلة دي على الآلة، هطلع القيم اس 1 واس 2 بدون ما احفظ القوانين دي. من غير ما احفظ القوانين دي هدخل المعادلة دي على الآلة اطلع قيمتين للجذور، تمام؟ وبالتالي استخلص ان الناتشرال ريسبونس عندي دي المعادلة اللي فاتت اللي انا شرحتها، هنعوض عن اس 1 بسالب 50000 واس 2 بسالب 200000 زي ما انتوا شايفين. هروح دلوقتي نجيب A1 و A2. A1 و A2 بجيبها من الانيشال كونديشن. اول حاجه لازم يبقى عندك الرسمه، لازم تبقى فاكرها اهو، واحنا عرفنا ان الرسمه دي جبناها من فين، تمام؟ وعندي V of 0 اللي هو V of 0 اللي هنا اللي هو نفس جهد المكثف بيساوي 60 فولت، والـ I L of 0 بيساوي سالب 3.10 امبير. الـ V of 0 بيساوي 60، وعندي الـ V of T انا جايبها اهي، يبقى عوض عن هنا عن T ب 0 في المعادله دي. عوض عن تي بزيرو هنا تبقى في اوف زيرو، عوض عن اي اللي فوق بزيرو تبقى اي اس زيرو بواحد، واي اس زيرو هنا بواحد تبقى اي واحد زائد اي اتنين بتساوي في اوف زيرو، في اوف زيرو بتساوي 60، يبقى اي واحد زائد اي اتنين بتساوي 60، تمام؟ لان ايه في اوف زيرو بتساوي 60، يبقى اي واحد زائد اي اتنين بتساوي 60، يبقى دي معادله رقم واحد. معادله رقم واحد محتاج معادله ثانيه. معادلة تانية زي ما شرحنا في الفيديو السابق بنجيبها من الدايرة، من الاناليسيس بتاعت الدايرة. عندي تلاتة برانش توازي وعندي نود اسمها V انا فارضها، تمام؟ اللي هي دي معادلتها V اللي هي نفسها جهد المكثف. اقول بتطبيق كيرشوف كارنت لو، عشان كده لازم اقولك اتجاه التيارات لازم تبقى عارفه، وطول ما اتجاه التيارات هو اللي مديهولك في المسألة في بداية السؤال يبقى تحتفظ بيه وتلتزم بيه، عشان كده ما اقدرش اغيره، لازم زي ما ادهولك في المسألة، تمام؟ لو هو ما ادهونيش في المسألة كاتجاهات انا بفرضه بناء على المسألة بتاعتي وبحل عليها، خلاص كده مفيش مشكلة. يلا هنطبق كيرشوف كارنت لو. عند النود دي خلي بالك، عند النود مجموع التيارات الداخلة بتساوي الخارجة، تاني القانون بيقول مجموع التيارات الداخلة بيساوي الخارجة. عند النود في دي هتلقى كله خارج، ده خارج وده خارج وده خارج، يبقى التلاتة خارجين، يبقى مجموع التلاتة بيساوي الداخل اللي هو زيرو، تمام؟ نرجع تاني هنطبق اي ار، بس انا هعوض بزيرو، يبقى اي ار اوف زيرو زائد اي ال اوف زيرو زائد اي سي اوف زيرو بيساوي زيرو برضو، لان انا هشتغل على الانيشال كونديشن. هنبتدي نعوض عن واحده واحده من الثلاثه. جهد المقاومه اي ار، جهد المقاومه اللي اسمه اي ار ده بيساوي ايه؟ بيساوي مش ده مكثف وشاحن بفولت، يبقى تيار المقاومه بيساوي جهدها على قيمتها، يبقى تيار المقاومه بيساوي جهدها على قيمتها. طب جهدها، ما هو جهدها هو نفس جهد المكثف، يبقى اول اي ار اللي هو تيار المقاومه بيساوي جهدها اللي هو في اللي هو نفس جهد المكثف اللي هو في على ار، بس انا شغال عندي الانيشال، يبقى اي ار اوف زيرو بيساوي في اوف زيرو على ار، في اوف زيرو عندي اللي هي الانيشال اللي هي 60 فولت، اقسمها على 200 تطلع 3.10 امبير، يبقى انا جبت كده تيار المقاومه. هنجيب تيار الملف اوف زيرو، ده مش هتجيبه من الرسمه، ده انت لسه جايبه من الانيشال كونديشن فوق، يبقى بسالب 3.10 امبير، تمام؟ شكرا كده. نيجي في المعادله دي نجيب الاي سي. انا عرفت الاي ار ب 3.10 نعوض، والاي ال بسالب 3.10 نعوض، يبقى 3.10 ناقص 3.10 هيطلع لي الاي سي بزيرو. بعد التعويض هتلقى الاي سي، ودي الاي ار الناحيه الثانيه بالسالب، ودي الاي ال الناحيه الثانيه بالسالب، تطلع المعادله اهي، تمام؟ ده كله من استخلاص المعادله اللي فوق. عوض عن اي ار ب 3.10 والاي ال بسالب 3.10 اضربها في سالب تبقى موجب، وعندك سالب 3.10 في الاول يبقى المجموع يطلع زيرو. ده نتيجه التعويض يا حضرات، هتعوض هنا هيطلع الناتج بزيرو. حلو، الاي سي اوف زيرو طلع بزيرو، طب الاي سي بيساوي ايه؟ تيار المكثف بيساوي ايه؟ بيساوي تفاضل جهده مضروب في سي. يبقى الاي سي بتساوي سي تفاضل جهد المكثف بالنسبه للزمن. انا بقول اي سي اوف زيرو، معنى كده ان التفاضل بعوض فيه تي بزيرو. تاني، يبقى الاي سي بيساوي سي تفاضل الجهد، يبقى اي سي اوف زيرو بيساوي سي تفاضل الجهد عند تي بتساوي زيرو. يبقى اول حاجه اعمل ايه؟ هبتدي دلوقتي اجيب الجهد وامسكه افضله واضربه في سي. طب الاي سي هنا اوف زيرو بيساوي ايه من المعادله اللي فوق الاولانيه دي؟ بيساوي زيرو، يبقى اخد المعادله دي اساويها بزيرو، يبقى تاني يبقى امسك الجهد افضله بالنسبه للزمن، وبعد كده اعوض فيه بتي بزيرو، وبعد كده اضربه في سي واساوي القيمه تطلع بزيرو.
طب ليه انا اعمل ده كله؟ خلي بالك ان السي في التفاضل بتساوي زيرو، يبقى مش محتاج اعوض عن السي لان السي هتلاقيها طارت هنا، يبقى انا محتاج اجيب التفاضل فقط واعوض فيه تي بزيرو بيساوي زيرو، تمام؟ عشان السلايد اللي جاي مش هعوض عن سي لان اصلا المعادله دي بتساوي زيرو. طب لو المعادله دي بتساوي اي قيمه تانيه غير الزيرو، مثلا 5 6 1، لازم تعوض عن السي في المعادله، لازم تعوض عن السي في المعادله. نروح للفي اوف تي اهي، دي معادلتها زي ما احنا جبناها في السلايد اللي فات، انا همسكها فاضلها. التفاضل يعني بينزل لي الداله دي زي ما هي اهي. في تفاضل الاس، التفاضل الاس يعني سالب 50000 تنزل زي ما هي، هنروح للداله الاكسبونشال الثانيه اهي. تفاضل الاس سالب 200000 تنزل، هنبتدي نعوض عن التفاضل بعد ما فاضلت، عوض في التفاضل عن تي بتساوي زيرو. يبقى امسك التفاضل عوض في تي بزيرو، يلا اي اس زيرو عوض عن تي بزيرو، يعني اي اس زيرو بواحد، وعوض عن هنا تي بزيرو يبقى اي اس زيرو بواحد، تبقى القيمه الاولى ودي القيمه الثانيه. انا من السلايد اللي فات قلت لك التفاضل بحيث ان سي في التفاضل بيساوي زيرو. طب قلنا ان انا مش هنعوض عن سي لان القيمه هنا بتساوي زيرو، فهتلقى ايه؟ سي طارت. يبقى التفاضل نفسه بيساوي زيرو، يبقى التفاضل اللي عندك ده يا حضرات هي المعادله دي بتساوي زيرو. اقسم طرفي المعادله، اقسم المعادله طرفي المعادله على سالب 50000، طلعت المعادله بالشكل ده. ادي قسمت المعادله دي على سالب 50000 طلعت بالشكل ده. دي معادله رقم 2، يبقى انا عندي معادله رقم 1 من السلايد اللي فات وعندي معادله رقم 2 من السلايد ده. احط المعادلتين تحت بعض، احلهم اني بالاله او يدويا ايا كان، بعد حل المعادلات بالاله هطلع اي 1 واي 2. هنرجع تاني في الفي اوف تي، دي معادلتها اي 1 واي 2 اهي، ابتدي اعوض عن اي 1 واي 2 اللي هو 80 وسالب 20. وما تنساش ان الفي اوف تي هو نفسه جهد المكثف. تاني، الجهد الفي عند النود في هو نفس جهد المكثف، وده نفسه هو نفس جهد الملف، هو نفس جهد المقاومة. خلي بالك اللي انا جبته ده جهد المكثف، هو نفسه جهد الملف، هو نفسه جهد المقاومة. فعشان كده يا حضرات لو حب يجيب تيار المقاومة، خلاص انا دلوقتي مش جبت، انا دلوقتي جبت الفي اللي هو نفس جهد المكثف ونفس جهد الملف نفس جهد المقاومة، بالتالي انا جبت جهد المقاومة من المعادلة اللي انا لسه قايلها حالا. لو انا عايز تيار المقاومة كعلاقة في الزمن، يبقى اخد العلاقة الفي اقسمها على 200، امسك العلاقة في اقسمها على 200. يبقى اروح دلوقتي امسك كل العلاقات اللي انت شفتها دي اقسمها على 200، يبقى اجي القيمه 80 دي اقسمها على 200، وال20 اللي هنا دي اقسمها على 200، يبقى العلاقه دي اسمها اي اوف تي، لا غلط، اسمها اي ار تيار المقاومه، اي ار اوف تي، لان ده اسمه تيار المقاومه فقط، تمام؟ بس كده، وبكده انتهى فيديو النهارده. ان شاء الله هنشوف فيديوهات تانية كتير وامثله كتير على البارل ار ال سي سيركت. ولو عندكم اي اسئله او استفسارات صبعنا على هي التعليقات اسفل الفيديو، وشكرا جزيلا.